ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج السرطان ليوم الجمعة 27 مايو/2022. توقعات العشرية الأولى: مواليد 21 يونيو ل2 يوليو. تعاونك النهاردة هيعتبر فعال، بيتبين ليك ان كل اشكال التعاون هتبقى فعالة جدا. اهدافك هتتوافق وهتتزامن مع اهداف اشخاص كتير جدا حواليك، هتغتنم من خلالهم فرصة كبيرة، كونك هتبقى من خلالها مفعم بصحة وحيوية وعندك خلو كبير جدا لذهنك. هتقوم في المرتبة الأولى بأنك تنجز الأعمال الخاصة بفريقك في الفترة دي. الوقت هيبقى مناسب علشان تعمل مشاركات كتيرة تعتبر خاصة بطريقة متناغمة ومثمرة أكتر. توقعات العشرية التانية: مواليد 3 يوليو ل12 يوليو. عندك تناغم وتوافق طبيعي جدا في يومك ده. انت هتبقى قادر علشان تندمج بكل سهولة ضمن فريق من غير نزاع. هتسود أجواء كتيرة فيها تناغم وتوافق مع أشخاص كتير جدا حواليك. بإمكانك إنك تستفاد من التأثرات الإيجابية دي في نشاطات تبقى ترفيهية أكتر، بتفرحك أكتر، أو حتى تشتغل علشان تدفع كل الأمور وتبقى فرد منتج مرة تانية. توقعات العشرية التالتة: مواليد 13 يوليو ل22 يوليو. هتقوي كل الروابط الاجتماعية النهاردة. انت هتبقى على وفاق وانسجام كبير جدا مع محيطك في الشغل، سواء على مستواك الشخصي او حتى المهني. هتنتفع من التناغم ده علشان تعرف تقوي كل علاقاتك وكل الروابط اللي بتبقى قايمة بينك وبين الاشخاص اللي حواليك، علشان تعرف تتسلح في الاوقات اللي بتعتبر عصيبة، اللي هتكون فيها مجموعة الابراج الكونية تعتبر غير مبشرة والأحوال مش في صالحك. حركة الكواكب بينتهي القمر من عبور برج الحمل في وقت مبكر أكتر النهاردة، لما يبقى بيتجه لبرج الثور. هيساعدنا قمر الثور على أننا نتعدل وتيراتنا أكتر وحمايتنا من كل أنواع الضغوط اللي بتعتبر خارجية عندنا. ممكن تبقى الأمور النهاردة المالية فيه والممتلكات النهاردة فيها راحة وفيها أمن كبير في مواضيع هتبقى بتركز أكتر في ظل العبور ده. هيشجعنا الموقع ده على يبقى ثبات أكتر للقمر، على أننا نستمتع بأنفسنا أكتر واللي هيكون عندنا النهاردة بالفعل من أجلنا. هيبدو أن الحياة هتبقى بتتباطأ أكتر، هتستقر مشاعرنا أكتر النهاردة، هنشعر بإلحاح أقل، هتجذب أنشطة ترابية النهاردة، ملذات حسية كبيرة، هنلاقي إحساسنا النهاردة بالسلام والرضا بكل الحاجات اللي بتعتبر مألوفة وموثوقة. بيستمر القمر الفارغ لحد ما يدخل السور في الصباح الفترة دي.